ويكونوا افينيتي اصحاب اكثر مع بعضهم اكثر من اللازم. كي تدور ليكيب وقتها قلنا شكون هادي شكون هادو؟ فهمنا الشيخ شنو؟ كيلو خطيب ماشي ماهيش انا فاهم عندي بلاصه ولا عندي بلاصه ولا غير عندي بلاصه معاه فاهم فاهم معناتها الى انه حل ربعه في الربعه شي مولدية فاهم انا كان في جميع الفرق اللي كان يفكروا يضرنا اصلا ما نخلوش احنا نشوفوا باش ما يكونش كرون ولا يضر مكانش كان اصحاب هيك شويه مع بعض احنا نشوفوا كان معناها عندهم كما يقولوا اشكاليه تنجم تصير لنا في التيران بالطبع فهمت لي يخرجوا معنا ما نديروا بهم وكان كما يقولوا جوست فتره نتاع زعاف مع هذا ولا زعاف مع هذا تصير في جميع الفرق في العالم فهمت لي ان شاء الله احنا الشيخ